احنا طول عمرنا بناخد اوامرنا من الدوار. ده كان زمان، انما دلوقتي سيبيه هو الكبير، واي حاجه تخص السلاح هو الحاكم فيها. وقال لي عم سميح مفيش لا كبيره ولا صغيره تحصل في المخازن الا بعلمك وبامرك. العطارين اكيد مش هيعجبهم الكلام ده، وهندخل معاهم في مشاكل كتير. العطارين مالهمش كلمه علينا، اوامركم هتاخدوها مني انا، ومن النهارده انا المسؤول عن المخازن وحمايتها. انا هنا رب الكلمه المسموعه اللي هتمشي على الكل. زين يا عواد؟ زين. تعي 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 يا كحلة، تعي اقعدي. ايش في يا اخوي؟ ايش ايش بتساوي يا اخوي؟ عواد نبهني ان التليفون هذا فيه كاميرا، قلت له صورني لاجل احفادي ما يتذكروني ويعرفوا شكل سيدهم. الله يطول في عمرك يا اخوي، لكنك بتعرف زين اللي بيضل حي وسط الخلق سيره الرجال وفعله. احمدك ربي، سيرتي وافعالي زين، عمري ما سويت شيء يغضب ربي، وعمري ما ظلمت حدا. بخاف تكون بتظلم مغرومة بتزويجها من عساف. إيش؟ لا تؤاخذني يا أخوي. هي قالت لك إنها ما تريده؟ لا لا، هي ما قالت شيء، أنا اللي بحس إنها ما بتريده. كحلة، تريديني أمنع زواج عساف من مغرومة عشان أنت حاسة إنها ما تريده؟ لا يا كحلة، إحنا نعلن زواجهم في العاجل لأجل ما نفذ وصية أخي عارف قبل موته. انت كنت حاضرة الوصية وسمعتي، قال لي عساف المغرومة. لكن فكر زين يا اخوي وتروى تروى شوي. كحلة، الفرح الاسبوع الجاي، احنا كنا منتظرين اجازة سلام الكبيرة، والحمد لله سلام هنا موجود. ودي يا كحلة عساف ينتبه الحالة وشوف ولده قبل ما يموت. العمر الطويل لك يا أخوي. شوف الصورة بقى. بلغ ياسمين هانم إن أنا وصلت. أهلا وسهلا جيهان هانم. لحظات وبلغ ياسمين هانم خبر. اهلا اهلا يا مامي، ايه اليوم الجميل ده؟ صباح الفل، نورتي الدنيا، منوره بيكي. ما انا قلت بقى لازم اجي اشوف التطورات اللي عملتيها في الشركه. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بس بصراحه يا مامي الفضل يعني يرجع لاستاذ ايمن المدير التنفيذي للمجموعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عيني. جيهان هانم الفخراني، مامي بكل فخر. طبعا جيهان هانم الفخراني غني عن التعريف. ميرسي، الكلام اللي بسمعه من ياسمين عليك يخليني لازم اشكرك. الواجب الشكر علينا احنا يا هانم ان حضرتك رجعت الابتسامه الجميله لوش ياسمين هانم. نورتي يا مامي. جرايه يا ياسين، هو انت عشان مسكوك سلاح هتعمل عليا راجل؟ ده انا اللي مربيك. راجل عليك وعلى اي حد يجي ناحيه حاجه العطارين. اسمع يا ياد، انت لم لسانك وتعلم الادب بدل ما خلي الرجاله يفتحوا عليك النار انت واللي معاك. خليهم كده يرفعوا سلاحهم وانا اسويكم انت ورجالتك والمخازن بالارض. اصبر عليكم بس عشان ما اعوزش دم غير كده. انا الود ود علقكم على باب المخازن للغربان. سيب المخازن يا عم سميح، مش مكانك ولا ملعبك، انت في نجع العطارين. عطارين؟ طيب انا مش هسلمها لكم، واللي قادرين عليه اعملوه. يبقى استحمل اللي هيجرالك، انا مش هجرب لك. انا هقعد كابس على نفسك انت والمخازن لحد ما تجي تسلمها لي بنفسك. يعني لا حاجه هتدخل لك ولا حاجه هتخرج من عندك، وهنستنى نشوف اخرك ايه يا سميح.
يبقى هتستنى كتير قوي يا فارس. العطار قصدك فارس بيه العطار. هنشوف مين نفسات ولا سميح. يلا يا رجاله. وترك الخسيس فريسته مرمية للريح، لكن هو كان أحن عليها منا، تواها وسطرها وخفى سرها وما قاله لحد إلا الواحدة بس. مين هي يا خالة؟ هتعرفوها لما يأذن ربنا وتقول. ما قالتش لحد الليل لحد حين. وانتظر ساعة الحج لما تترد المظالم ويرجع الحج لأصحابها وتنعم هي في تربتها. هذا الحكي بيخص عمتي فريحة، مظبوط؟ لا تستعجل يا بنيتي، لا تقومي بدور الشيطان وتنبشي في سر معجود بالطار. مغرومة، مبارك يا مغرومة، ربي يسعدك يا بنيتي. خير يا عمي. اليوم حددت ميعاد عرسك على ولدي حساف لجل ما ننفذ وصية أخوي عارف وجوزك حساف ولدي من بعده. مبارك يا بنيتي. ايه ده؟ معقولة؟ الإعلامية كبيرة؟ مكان لطيف قوي الحقيقه، وينم عن ان صاحبته لطيفه. اهلا سيف بيه، اؤمر. الامر لله وحده. الحقيقه انا جاي لحضرتك كده اتكلم معاكي في كلمتين. هو انا مزعلك في حاجه؟ مزعلني؟ الزعل ده بين الصحاب وبس، واحنا مش صحاب. واول مره نتقابل. ماشي. نتكلم بشكل واضح وصريح اكتر. ايه علاقه اللي بينك وبين سليم بيه؟ والعبد لله. انت جاي عشان تقول لي انك عارف اللي بيني وبين سليم العطار. تمام. بس احب اقولك من البدايه كده ان ده مش هيفرق عندي خالص، ولا هيرجعني خطوه عن اللي بعمله، لان اللي بيني وبين سليم ما يخصش حد. شفتي كده بتظلميني ازاي؟ انا مالي بينك وبين سليم العطار؟ انتوا ما شاء الله يعني كبار بما يكفي، وعارفين انتوا بتعملوا ايه كويس قوي. كل انا عايزه سعادتك تخفي عني شويه. ما بحبش الشوشره حواليا، وبعدين ما فيش في مصر غير سيف العزازي وبس. انا بقى عاوز افضل وراك انت. شفتي بقى انا مزعلك في حاجه؟ قلت لك مش انت اللي ممكن تزعلني. انت كده بتفرقي في المعامله على فكره. لو سليم بيدفع لك كتير انا هدفع لك اكتر. قلتي ايه يا قمر؟ قلت انك ما عندكش ريحه الاخلاق. اتفضل قوم من هنا. الله يسامحك، الله يسامحك، بس عايزك تبقي فاكره كويس قوي الكلمه دي. هتدفعي تمنها غالي وغالي قوي. صباحك فل يا قمر. كلام ما جابش مع نتيجه. أنا سبتك تعمل اللي أنت عايزه عشان عارف عملته ليه، بس أنا كنت متأكد إنه هيرفض. أصل زي موسى ده يحيى ما عندوش انتماء لأي حاجة، يمكن للفلوس بس. تمام، يبقى كده هو اللي جان على روحه. أنا كلمت فارس في الكفر، خليته يجهز الرجالة ومعاه ياسين عارف كل حاجة، وهطلع معاه. لا، أنت هتيجي معايا يا سينا. سينا؟ يبقى موضوع الدار ده تسيبه عليا انا. لا يا يحيى، انت برضو هتفضل هنا. ممكن يحصل هنا اي تطورات احتاجك في حاجه الاقيك. طب والدار يا عمي؟ فارس والرجاله اللي معاه هيقوموا بكل حاجه، انا واثق. المهم بس يا عمار اي شيء يحتاجوه توفره لهم. الحرب دلوقتي يا يحيى ما بقتش في ميدان واحد. عشان نرجع زي الأول